الخامس عشر من نوفمبر من عام 1980، افتتح رسميا جامع السلطان قابوس بنزوة، حيث أدى جلالة السلطان صلاة الجمعة وألقى خطبة الجمعة، كما ألقى جلالته خطبة الجمعة مرة أخرى من على المنبر نفسه في 17 من فبراير من عام 1989، والتي أكد فيها على أهمية العمل وفضله. هذا الجامع يحمل حالياً اسم جامع القلعة بعد افتتاح جامع السلطان قابوس الجديد بنزوة.